نسمع في القداس حتة جميلة قوي، يقولك أخذ خبزا على يديه الطاهرتين. مين اللي بيقول؟ إيه؟ مين اللي أخذ؟ طب هو واقف بيسيح، هو اللي بيقول؟ أمال بيقول إزاي؟ قال لي ربنا قبل ما يخش القداس، من فضلك يا رب خد بقي اتكلم ايه فيه، وخد ايدي اشتغل بيها. فهمتوها؟ فقبل ما يخش يقول لك سلفه، اعاره ايده وبقه عشان هو يتكلم بنيابه عنه، عشان مش عارف اشوف المسيح بعيني. طب امتى اشوف المسيح بعيني؟ صعبه شويه، عايز اجهاد كبير قوي. بس في آية جميلة قوي في الإنجيل بتقول لنا ممكن نشوف المسيح. مين فاكرها الآية ديت؟ دي شاطرة. اسمك ايه؟ كريستينا. ايه؟ كريستينا شاطرة، دي حافظة كتير. طوبى لأنقياء القلب. هشوف ربنا هنا، عشان كده سموا الكنيسة، سميها جبل التجلي. سميها ايه؟ يعني ايه جبل التجلي؟ فعلا في كل قداس كاني بالظبط باخد اخواتي، مش انا اللي باخدهم، ده ربنا اللي بيعزمنا. فاكرين كان زمان في كام تلميذ؟ 12. خد كام واحد طلع على جبل التجلي؟ بمزاجهم ولا المسيح ولا دعاهم؟ هو اللي دعاهم. ساب ال 12 وساب ال 70 وساب الستات مريمات ومش عارف مين واللي بكل بيحبهم، وراح اختار بطرس يعقوب، قال لهم تعالوا بس تعالوا. هنروح فين يا رب؟ قال لهم ايه؟ من فاكر؟ تعالوا نصلي على الجبل. فصعدوا على الجبل عشان ايه؟ يصلوا. عشان ايه؟ فكاني بالظبط كل واحده فينا راح الكنيسه، انا مش رايح بمزاجي، ده هو اللي عزمني، هو اللي واخدني من ايدي وقال لي تعالي هنروح نطلع الجبل عشان ايه؟ نصلي. وهم بيصلوا، خدت بالكم المعجزه؟ وهم بيصلوا تغيرت هيئتهم، وبدا المسيح يتجلى وسطيهم، وشه اتغير وثيابه تتغير، وشافوا مجده وسط ايه؟ وسط الصلاه، وسط ايه؟ عشان كده الاباء قالوا كل قداس نخشه كاننا رايحين ايه؟ نطلع جبل التجلي عشان نشوف المسيح. هو طبعا في السماء، بس دي سماء مؤقته يعني، نقول جبل التجلي كانت لحظات. وبعد كده بطرس قالوا نقعد بقى هنا بقى نعمل خيام ونقعد هنا. لا 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 لا، انزل لسه في جهاد، لسه هتنكرني يا بطرس، ولسه هنصالح مع بعض يا بطرس، ولسه هتتوب احسن من كده يا بطرس، وهتقع في خطايا تاني، هنقعد هنا لسه بدري عليك، لسه في جهاد، يلا ننزل. بس وصاهم وصيه حلوه قوي. ايه بقى؟ ما تقولوش لحد. ليه؟ كاني بالظبط كل قداس بنطلع نقابل المسيح سر بينه وبينه. الواحد يطلع من الكنيسه متعزي وفرحان، ما تقولش لحد، ما تقولش انا فرحان، ما تقولش انا شفت وتعزيت، ما تقولش النهارده كنت بصلي مبسوط وفرحان. الحاجات ديت في السر، اوعى تتكلم عنها عشان ده سر. طب ما نقعد بقى في الكنيسه على طول. لا لا لا، لسه عندكم كليات وعندكم مدارس، لسه روح، لسه عندكم رساله تعملوها على الارض، ولما تخلصوا رساله يبقى نقعد مع بعض في الاخر. فهمتوها؟ عشان كده نشبه كل قداس هو ايه؟ جبل تجلي. طالعين قبل المسيح، اول طالعين ايه؟ نصلي، نتكلم مع المسيح. هو اللي دعانا، وهو اللي واخدنا، هو اللي صعد بينا، هو اللي بدأ الصلاة نصلي، وقف وسطينا، بدأنا نكلمه، بدأنا نحبه، فجأة اتغيرت هيئته، متعنا بمجده، نزلنا بقى انسان ايه؟ طبيعيين خالص، نعيش الحياه طبيعيه بس نحافظ على اللي احنا خدناه. فاكرين في مثل شعبي بيقول ايه؟ داري على شمعتك ايه؟ يعني ايه بقى؟ اللي انت خدته في القداس خبي خبي. النعمه اللي انت اتبسطت بيها خبي خبي. خبي عشان ايه؟
تنتنها منورة. فكل ما الإنسان يطلع كنيسة، طب مش عارف أشوف، مش عارف أفتح عيني، مش عارف أطلع مبسوط، نقول له إيه؟ يبقى لسه ناقص إيه؟ سنة نقاء. لأنه قال كده توبى الأنقياء القلب أنهم إيه؟ يعينون. طالما لسه مش شايف يبقى ناقص إيه؟ ناقص شوية. أول ما أطلع من الكنيسة فرحان، يبقى فعلا ربنا بدأ يديني النقاء، بدأ يفتح عيني. بالظبط بالظبط زي مثلا إيه؟ واحدة فيكم عمالة تذاكر وتجاهد عيني ليل نهار تذاكر وتقرا، نفرح أوي في آخر سنة خلصت تالتة إعدادي، يا مبروك تالتة إعدادي خلصت أخيرا، وبعد نقعد نجاهد يا خلاص تالتة ثانوي، يا معقول تالتة ثانوي خلصت، خدتوا بالكم؟ خلصنا كلية، يا خلاص معقولة خلصنا كلية. كل مرحلة، أنا قصدي في الكنيسة كده روحانيات كده، كل ما نخش مع ربنا نتمتع ايه؟ بدرجة معينة. كل ما الواحد يعترف يغسل عينه ويغسل بقه ويغسل قلبه ويغسل مشاعره، يخش ربنا يقول له انا اهو انا هناك اهو، طب برافو عليك كويس، تعالى بقى جنبي شوية، وبعدين يقوم الشيطان يلوثني تاني، يوه اروح اغسل تاني. سمي الاعتراف نسميه ايه؟ غسيل. سمي الاعتراف ايه؟ غسيل. كل ما وسخ عيني ولا ودني ولا بقي ولا قلبي، عايز اغسل عايز اغسل عشان اعيش باستمرار في حاله ايه؟ حاله نقاء. اخش الكنيسه وانا فرحان لما اتمتع بايد ربنا. تخيلوا كده في كل قداس بنتكلم زي ابونا بالظبط، ابونا بيسلب بقه وايده للمسيح عشان المسيح يتكلم عنه، واحنا بنعمل زيه. مين يقول لي حاجه كده بنعمل زيه في ايه؟ قولوا معايا. السماء والارض مملوء، قبليها حته جميله قوي، ولا قدوس 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 رب الصبا، وقبليها بنقول ايه اولها؟ الشروبيم يسجدون لك والسرافيم يسبحون، يسجدون ويقولوا ايه؟ السماء والارض. احنا بنعترف كان احنا اللي شايفين، بنقول لكل الناس اللي واقفين لمؤاخذه مش عندهم عيون، الناس اللي واقفين سرحانين، الناس اللي واقفين في الكنيسه مش واخدين بالهم، صح صح انت وهو خلي بالك، بنقول ايه؟ الشروبيم واقفين يسجدوا. انت شايف الشروبيم؟ ايوه شايفاه. شايف السرافيم؟ ايوه شايفين بقلبنا مش بعينينا، بالايمان. لما اخش الكنيسه حاسس فعلا دوت مكان ربنا، رايح اشوف ايده جنبه، رايح اقرب منه، رايح اشوف شخصه. كل ما اقرب من نقاء زي ما اتفقنا كده، احنا نشتغل نبهين للناس، نحذرهم، نقول لهم كده انتوا مش شايفين ولا ايه؟ الشروبيم يسجدون والسرافيم يمجدون، بيقولوا ايه طيب؟ بيقولوا قدوس قدوس وبس كده؟ لا، ده في اعلان اكبر من كده. احنا شايفين السماء والارض مملوءه ايه؟ من مجد ربنا. يطلع الانسان فينا يبدا فرحان، لما يتحس بالاحساس الجميل دوت تطلع من الكنيسه فرحانه. تخيلوا بقى لو واحده فيكم قعدت الاسبوع كله لغايه ما نتناول المره اللي بعديها عند الاحساس الجميل دوت، النهارده كنت في حضره مجد الله، النهارده كان مجد الله محوط علينا، النهارده كنا واقفين قدام صورة الله الغير المنظورة اللي هي جسده ودمه، صورة مش شايفينها بعينينا، بس حاضر مش حاضر.